السلام عليكم، مساء الخير. عرسية طيبة وشرف كبير أن يكون اليوم معكم ممثلا لبلد الجزائر، ممثلا لمدينة قسنطينة. سفيرا للحب، سفيرا للوداد، ودام الله محبة بين بلدان المغرب العربي، وربي يجمعنا إن شاء الله دائما في ساعة الخير وفي ساعة الفرح. مغاديش نطول عليكم، اليوم كان السفر متعب، وكانت عندي سهرة البارح في الليل، وخلصت متأخر حتى الخمسة تاع الصباح، يعني ورغم ذلك ما عطانيش قلبي هذي اليوم ما نحضرش مع سيدي عبد الحميد ومع هذا الجو الجمهور. كلكم طيبة، وكل فرح وسرور معنا. حاجة خفيفة على التراث الجزائري، وأغنية يعني يحبوها الناس ومعروفة، أطلبها سيدي عبد الحميد، شهد العيال.